في النهاية أنا بشكر فخامة الرئيس وموجه له الدعوة على زيارة مصر في الوقت المناسب لي، وأيضا بشكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي احنا قبلنا في بلدنا الثاني موزمبيق. لأنا سعيد جدا بزيارتي ليها، وبوجه التهنئة لفخامة الرئيس أيضا على قيادته الحكيمة وعلى دايما اتفاقه حتى مع المعارضة. أنا بهنيك فخامة الرئيس، مهم جدا أن دايما نتفق على أن مصلحة البلد الدولة هو أهم حاجة، فبهنيه على هذا أيضا الاتفاق، وبتمنى كل التوفيق، وبتمنى للشعب الموزمبيقي كل التقدم والسلام. شكرا جزيلا.